ولن هذا بالنسبة لي تشريف تكليف وليس تشريف، وهذا منطق في العدالة والتنمية أننا كنعتبروا المسؤولية التكليف. طبعا هذا واحد يعني ثقة اعتز بها من طرف المؤتمرات اللي كانوا معنا، وكنعتبر بأن اليوم احنا في المغرب محتاجين إلى منظمات نسائية قوية، منظمات نسائية قوية سواء المنظمات اللي هي في أحزاب سياسية أو المنظمات اللي هي كتشتغل بشكل مدني، محتاجين إلى تقوية الحركة النسائية في المغرب مختلف منظماتها. أن اليوم القضية النسائية صحيح أننا بلد طورنا تشريعات، طورنا القوانين، بلد استطعنا أننا اليوم الحمد لله نكون في مصاف الدول متقدمة من ناحية حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، في البرلمان، في المجالس الجامعية، حضور المرأة في يعني في الهياكل وفي الأحزاب السياسية كذلك. ولكن لا شك أن المسيرة لازالت طويلة ونحتاج إلى نضالات أخرى من أجل مزيد من التمكين السياسي للنساء، مزيد تمكين يعني التمكين الاقتصادي كذلك للنساء، ومزيد من حضور النساء في الأحزاب السياسية. الحمد لله انتخبت الأخت جميلة المصلي، وضعوا فيها بزاف ديال الأخوات ثقة، على أساس أنا بالنسبة لي العمل ديالها كيهضر عليها، العمل الأعمال ديالها خلات واحد لمسات بزاف ديال الميادين، وحنا كنعرفوها من خلال الإعلام عرفناها بزاف. بالنسبة للأخوات الآخرين اللي مقترحات ماشي ما عندهمش كفاءة ولا هذا، ولكن جميل المصلي معروفة على الصعيد الوطني بالنضال ديالها في المجال الاجتماعي بجميع المجالات.